النهاردة كان الإطلاق الخاص لمسلسل المكتب، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الكوميدي الشهير The Office، وتم عرض الحلقة الأولى منه بحضور الصحافة. وقبل العرض شفنا طبعاً النجوم وهم حاضرين على الريد كاربت، وإحنا كنا موجودين معاهم، وبكرة هتشوفوا معانا كل التفاصيل. المسلسل رح ينطلق عرضه ب 28 أكتوبر على شاهد VIP، ومن وقت ما تم الإعلان عنه والناس متحمسين إنه يشوفوه، خاصة إنه العمل بنسخته الأجنبية كتير اشتهر حول العالم وحاصل على جوائز البافتا والجولدن كلوب. وزي ما قلنا لكم كمان قبل كده، بتدور أحداث المسلسل في فرع من فروع شركة خدمات بريدية في الرياض، وطبعاً بيتطلب من الموظفين أنهم يخوضوا تحديات المكتب المملة والتعامل مع أخطار مديرهم الطيب، واللي بيجسد دوره صالح أبو عمرة. أنا اشتريت، من الآن نبدأ إنتاج. دوري فيه أنا مدير المكتب، شخصيتي فيه شخصية مالك اللطيف اللي يحاول يكون لطيف مع الناس ومع الموظفين، بس إنه مو دايم اللطافة هذه تكون صحيحة. على جميع الموظفين التوجه إلى غرفة الاجتماعات. بس طبعا تجسيد هالشخصية الغريبة والمركبة ما كان سهل عليه، خاصة إنه مايكل سكوت هو اللي عم بجسدها بالنسخة الأمريكية من العمل. أنا طبعا خايف، لأنه أنا أحب مايكل سكوت جدا، فبس المختلف هنا إنه مو مايكل، هو مالك الطويفي، موظف مدير سعودي عنده تصرفاته وعنده قصصه وعنده تفاعلاته السعودية، ما هو تعريب ولا نسخة مكررة من أحد. أتمنى يا رب أني سويت الشخصية اللي تناسب الفورمات حقت العمل. ناسبة إيش؟ ناسبة طلاقك. وكملنا اليوم جولتنا بكواليس التصوير وتعرفنا على الأدوار اللي رح يجسد أكل من هشام هوساوي وفهد البتيري. أمثل شخصية سالم. سالم أب الأطفال كثير عنده مشاكل خارج الدوام تأثر عليه لدرجة أنه يصير شخصية شوية يعتبر جرامبي أو عصبي. شخصية طلال البويباني، الشخصية يعني حسيت قريبة لي، والله ما كان صعب بالنسبة لي لأن أنا جزء من فريق الكتابة في المسلسل أصلا من الأساس، فيعني إحنا رسمنا خطوط الشخصيات مع بعض، فاستلهمنا الشخصيات هذه من شخصيات قابلناها في الحياة الواقعية سواء كان مدراء أو غيرهم. وعلى طريقته الخاصة كشف لنا نواف فلشبيلي عن شخصيته بهالعمل. أول شيء إحنا مو في الكواليس، هذا إحنا في اللوكيشن ورا الكاميرا، يعني ورا الكاميرا أو ورا برا اللوكيشن، هذا الكواليس. هذه هي شخصيتي في المسلسل باختصار، أنا اللي أستقعد للصغيرة والكبيرة، واللي أشوف نفسي أنا أفهم واحد في الدنيا ومن بعدي الطوفان، أنا الغثيث اللي يشتاقون له. تعرف لما يكون في أحد غثيث ومسوي إزعاج وقرف في البيت، إذا راح تحس فيه هدوء مع أنه مزعج، بس رجعوه مرة ثانية يجيبوه. اسمها هي بعيدة عني ترى، يعني على فكرة يعني هذا الصراحة، يعني عشان الناس تعرف ترى أنصدق أزبد يعني، فهذا أحد أسباب أني أنا اختاروني للدور، لأن هذا ناتشرال عندي يعني. أما مريم عبد الرحمن فعم تلعب دور بعيد تماما عن شخصيتها الحقيقية. شخصيتي هي ماجدة، تقريبا يمكن من هي الشخصيات اللي مو مع جو المكتب طول الوقت، دائما رسمية، دائما تحب تشتغل وتخلص شغلها وتنجز المهام وبس، مو زي الباقيين يكون عندهم مواقف معينة، هي لا، هي مرة رسمية ما تضحك أبدا، نادر يعني حرفيا الآن ما في عندها ولا موقف ضحكت فيه. هو أثر علينا شوي يعني، أنا كمريم أنا مرة فاني ولطيفة وأحب أضحك، ماجدة لا، فهذا شيء يأثر أكيد يعني، لما أدخل المكتب هنا لازم أسوي سويتش، خلاص أنت ماجدة، فأي شيء قاعد تصير كوميديا خلف الكواليس أنا ما أضحك دايم عشان ما أطلع من الكاركتر. ترى عندي شغل، من بدايكم باضية. وفينا نقول إنه الأدوار أثرت على الجميع، فهيك صار لما كان ثامر حمد عم بيعرفنا على شخصيته بالمسلسل. دوري هو خلف، هو موظف HR أو مدير HR في فرع طرد هنا في المكتب، ف يعني عنده مالك معه مشكله. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ مو كامل انترفيو معكم. وعليكم السلام ورحمه الله، بس سليمان هذا وقتي معليش. طيب ما احنا مع بعض، احنا تيم واحد واسره مع بعضينا يعني، نعمل حاجه كل حاجه سوا. بس مو بالمقابل الله يحفظك، بعدين انا قايل لك عندك شغل قبل شوي، ليش جيت؟ طب محمد هلال راح نشوفه بدور سليمان وخبرنا اكثر عنه. راجل كبير في السن شويه، مدير محرقه ومدير قسم اللوجستيات، وراجل متدين كده تمام، وبس احنا دايما مع بعض. وفي انا اول حاجه انا طبعا بعتذر على استاذ سامر، ثامر ده اخويا، ده استاذ ثامر، فهي دي الشخصيه. حاجات كتير بقى بيعملها سليمان دي مجنونة، تفهم يعني سليمان ده غريب في نفس الوقت، عادي في نفس الوقت، متخلف في نفس الوقت، عادي جدا. واللي لمسناه خلال تواجدنا بهاليوم هو الكيمستري بين الممثلين اللي تحولوا من زملاء عمل لعائلة. واو،
صراحة يعني احنا نشتغل مع بعض تقريبا 12 ساعة في اليوم مدة فترة يعني فترة طويلة تقريبا من الزمن، فما اقدر اقول لك ان احنا صرنا وان فاميلي حرفيا، الكيمستري بيننا عالي وحرفيا بتشوفونه خلال الشاشة. في روح حلوة لانه جلسنا في البري برودكشن، جلسنا مع بعض، تكلمنا مع بعض، قرينا مع بعض، واتوقع ان نملك نفس الذهنية تجاه نوعية الأعمال والوعي تجاه نص أو فكرة أو مسلسل، نفس الوعي مشترك بيننا خصوصاً أننا في جيل واحد، كلنا روح واحدة، اشتغلنا مع بعض 4 شهور يعني عمر. وخلف هالروح الحلوة اللي لمسناها على السيت أكيد كان في مجهود كبير عم بيقدمه فريق العمل ليكون كل شيء بيرفكت، خاصة أنه المكتب رح يكون النسخة العربية من المسلسل الشهير The Office. فشو الصعوبات اللي مروا فيها إن كان بالإخراج أو الكتابة؟ إزاي ممكن طول الوقت تحافظ على روح الفورمات ما تبعدش، لأن أنت في النص احيانا بيجي لك احساس ان انت عايز تضيف او عايز تعمل حاجة شخصية، فطول الوقت ازاي ممكن توفق ما بين شكل الفورمات اللي انت مش مطلوب ان انت حطت في بالك ان انت تطلعه بنفس الطعم الاصلي بتاعه، وازاي ممكن تدخل فيه جزء من الفيجن بتاعتك. ما هقول انها سهلة، لكن زخمة ثقافة عندنا أو يعني ثقافتنا فيها بدائل، يعني تعطيك نفس الجوك بس بصبغتنا وبطريقتنا، يعني فما لقيت أو ما لقينا إحنا حتى أنا وفريق الكتاب إنه صعوبات وجود البدائل، لأنه إحنا كلنا كتاب سعوديين. يعني باسانت مو سهل ابدا انك تحافظي على روح الفورمات الاساسيه وتحوليها لثقافتك العربيه. صحيح. بس المسلسلات اللي شفناها هون اللي صاروا بالنسخه العربيه من الفورمات اثبتوا يعني نجاح. صح. وبعتقد انه كمان هي التجربه تبع المكتب بعد ما تغلبوا على كل هاي الصعوبات تستحق المشاهده اكيد طبعا.